فعشنا مع والدينا مع جيراننا مع احبابنا. إذن في هاد النهار عرضنا ناس ضيوف من قسنطينة، هما ولاد قسنطينة، والبرنامج يعني معايا ديما الأصدقاء سي بزراري وسي حسن زبلة، ديما هما اللي عاملين في الإصدار البرنامج هذا. إذن عندنا ضيف الأول تاعنا هو سي رياض بلام. سي رياض مرحبا بك. بك يا عيشتي يعني. ماذا بينا تقرب الميكرو شوية. وي مرحبا بكم. بارك الله فيك. يا خويا عاشورة مباركة وطيبة إن شاء الله لجميع المسلمين. ان شاء الله. ومعنا سي عمي طار ولا سي محمد الطار شروات. سي محمد الطار شروات معروف يعني في السويقة، معروف ولد الربعي شريف، معروف يعني كطاير كما نقولوا يعني كخياط في البدلة القسنطينية. سي خياط ماهر سي توفيق، خياط ماهر من نوع الطيارة صغار فيه. شكرا بيبليستي حسن. شكرا مرحبا بك. عيش بارك الله فيك. عيش مش بك حشم شوية تحشم شويه تاع ولد السويقه سبحان الله. ومعنا شنك محمد. سي شنك محمد هو ولد 40 شريف تاع ولد السويقه. ولد السويقه ماذا بينا في الحصه دي تكون حار عليه. هو منا وحنا منهم. اسمع هما الجماعه الوطنيه واش كانوا يسيبورتيو بكري؟ الموك الجماعه الفوقانيه. كان سياسي وكان الموك. السويقه نص بنص و40 شريف الموك. 40 شريف الموك. خلاص ما نوصل معنا اللي من فوق وما اللي من تحت. ايوا هي ما قلنا والو. ان شاء الله تطلع برك الموك السنه ونفرح لها ان شاء الله. الله يعين. وباش نقول سي شروات سي شناق محمد هو متقاعد من السكك الحديديه الجزائريه. نعم. ومع سي دردور عبد الناصر. سي دردور عبد الناصر مرحبا بك. بك يا شكرا. هو يعني انسان فنان معرف الحركه يعني تاع المواطنه تاع الجمعيات يعني هو متقاعد يعني متقاعد صغير. كان في سلك العداله. مرحبا بك خويا وعيدك مبارك. الله يحييك. عيدكم اكرم. عاشوره مباركه. ربي يعيدها علينا باليوم والبركات. امين ان شاء الله. مشكورين على الدعوه. ربي يهنيك ربي يهنيك. عندنا في الحصه تاعنا ما نحبوش الشكر لان هذا الدور تاعنا. لازم كل خطره نقدموا جديد للمستمعين تاعنا، كل خطره نجيو جديد. اذا اقعدوا في الاستماع. في اذاعه قسنطينة ما تزافيوناش بربي ان شاء الله نعقبوا سوا مع بعضنا مليح. مع التقاليد هو يعني فرقة تاع سي رياض بلام. نعم. وسمع الفرقة تاعكم بيدي بلام. فرقة الهدوة القسنطينية بكل بساطة. بكل بساطة القسنطينواز. الأصالة. وطر أصالة بيان بنخرجوش عليها. هذه هي معروفة بالاسم هذا وعندها تاريخ. عندها تاريخ. سلام بعد نجيو درنا خطرة حصة من قبل من بعد. لان النهار تاع اليوم راح نتكلموا على عاشوراء. بوكو بلوس وي. يدل على بالي باللي اليوم عاشوراء، باللي البارح القسنطينيين بكل كانوا مع وليداتهم فرحانين، كل داروا طبخ، داروا ربما تبادلوا حلويات. سي رابح شوف ما على بالي شوف دار. هو قال درت شواط بالدجاج والعام ودرنا بيبليستي كبيره ما نعرفها قلنا له ندوقوا. يدل رانا هنايا هادي هو الحصه تاعنا، نضحكوا شويه نتبادلوا شويه نضحكوا مع بعضنا نكسروا. اذن نبدا بسي شناق. سي شناق لا كونتينيتي هذيك لازم تكون ان شاء الله. بصح سي محمد الطار هي هاد عاشوره هادي. نعم. بكري كانت في الزنقه عرب انت ولد سويقه.
واش من دار كنتو تسكنوا ساعه نتوما بوشناق شناق هنا نسكنوا في دار الدباغ هنا كنا مع بن محمود قبل الحادث لا عندنا جوج بيبان في حمص طبيله سي لامباس مناحل اه مناحل تحت لا ري دي زافي نهبطوا على لا ري دي زافي وندورو تما حنا كنا نسكنوا تما دار كبيره علي ودار علي في دار تكون كنتو عارف في بزاف واحد 15 فاميليا ولا الله يبارك بن محمود كرواز عندنا بالهادف احنا يعني شدنا بن جامع اللي كانوا في الثوره تاع بكري عمار 15 عائله في الدار في وما زالت هذه العلاقه وما زلنا كنتلاقاو ونحبوا بعضنا حتى لدرك هذيك الجوره هذيك راه خوه مش جوره خوه ماشي كيف كنتوا تعقبوا عاشوره عاشوره واش نقول لك احنا الاعياد الدينيه كامل ولا عاشوره راه فاميليا فريده الناس كل تخدم مع بعض اللي يدير في تريده اللي يدير في الشواط وعندنا احنا عندنا لي وعندنا لي سباس تما احنا كانوا وسط الدار كانوا وسط الدار احنا كانوا بكري عليه قلت لك البنات الصغار يجيو يحضروا مع الكبار يشوفوهم كيف يخدموا يخليوهم يخدموا اللي جايين يخليهم يخدموا وباه يشوفوا باه يعرفوا من بعد يعطيهم يرميوا يديهم باه يتعلموا باش يتعلموا اي لا لازم تما الاولاد طايرين والصح نايم الكبار ما سميد بكري السميد راه ما فيهش البشنه وما فيهش ما فيهش الروز انا راه الحاجه كي دار لكن دارت تريده كاين محارم لكن دار شواط ومسريه ولا تخشوقه ماشي ماشي مش نعم ونهضر على 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 عاشوره عاشوره كانوا ثاني حنا يقولوا حنا كانوا يعشروا يقولوا أنام. يقولوا يعشروا في الزكاه يمدوها في عاشوره راحت العاده هذه تاع تسمى ماشي لازم يعني نعم والناس ونقول حاجه اخرى كانوا يحفوا الاولاد الصغار في عاشوره انا بني صغير حتى دخل الجامعه به في عشرة يا عادة بقات هذيك مشات هذيك حاجة وحويجة يروح يحفف يروح للدار بالفرحة هذيك بصح الماكلة راهي عاشورك على بالك حنا يمدوا لبعضهم يدوقوا بعضهم من بكري يدوقوا بعضهم والماكلة بيو والبنة ماكلة بيو مليحة هذه يعني ماكلة لطيفة يعني حمص دوز صح حمص دوز كي حاجة لكن عاد تريد مجمرة ومغمومة ما شاء الله جاج والحم تلقاه ميل على الفيرسون هذا خويا صلاح المدينة مطروقين الحار لازم يتبع يتبع صلاح المدينة صلاح المدينة محدوش الفلوكة مكسلين على يسخف كي تشوفوا يعني بالتكية كيسمى غير بتا ويعني كاينة حاجة أخرى في عاشوراء احنا نقولوا احنا قسمتنا القشقشة يعني موش على بدعة انه بيفرحوا الولاد من ما يعني جوزوا ولوزوا وعديدة محلوة وشكولة ودنيا بس في الليل يساروا كل عليها سير القهوة هذيك الواحد والناس سهر عليها ويحكي على كل حال هذا الشيء تاع بكري صح في عاشوره في الديار العرب كما كنتوا تكونوا نتوما كانوا كل دين الكلل يعني الأخوية تاع الصح كي الخوة عايشين كي الخوة ما كانش الباب هذا ما يتقفلش هذا والله ما عمره ما يتقفل ما كانش واحد يخفل بابه بالمفتاح هذيك سترة برك نوليو سي معمطار سي معمطار انت من 40 شهر كيفاه كانت عاشوراء ديال 40 شهر لأن في 40 شهر كانت تمتاز هادوك اللي يدوروا على الديار وكذا كانت كل العمر تعيشها يعني على كل حال احنا عشنا كيف كانوا عاشوها اللي قبلنا وزدنا عشنا حنا من وراهم واش من دارك واش من دار كنت تكون انت؟ انا نشتي على بالك هاد التفاصيل هادي وين كنت تكون؟ كنت دار العقبي وين كانوا يديروا بكري الفقيرات ويكون سي معمر بن راشد رحمه الله وكنا نديروا هذه التقاليد حنا صغار هزيناها على الكبار كانت عندنا حنا في 40 شهر في الدرك كاينه 14 دار نعم 14 دار هذه نبداوها من الفوق
ونجيو هابطين تما من فوق من جهه على الروتير ونجيو ها منين قلت لك مره 20 من الدروج ها من الدروج من الدروج سيتان لامباس ايه ايه خلاص 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 كنا كي نقعدوا نطلعوا الفوق نبداو بالدار الكبيره هذه دار المنياني وين كان يسكن سي معمر بن راشي الله يرحمه يسهل عليه نبداو بها نهزوا معنا شكاره تاع الحلفه هذيك ايه ونبداو من دار للدار ايه ونبداو نبداو بالدخله فهمت ايه واحد يدخل فريقهم كله يبدا يقول يقول سبسابي سبسابي خالتي عربية العجوز تقسم عنقرة شاشية هذي واحد يقول وانتم تردوا عليه والدار اللي تعطينا يا حكاية هذيك يقولوا احنا هذي الدار اللي تعطينا هذي دار سيدنا كل عام تعطينا وتزيدنا هما بحال الغناء يقولوا نخرجوا بها خرجوا بها هما كان يقولوا يا حسن يا العروس اعطينا طريف من البرنوس كاين بزاف هذه دار سيدنا صحيح كاين بزاف وكاين الدار كي نخرجوا للدار هذيك نخرجوا للدار واحده اخرى نزيدوا الدار اللي ما تعطيناش حنا نكملوا الغناء يا سي طار بصح كاين الدار اللي ما تعطيهمش انا جايب الدار اللي ما تعطيناش انا مين واش راه نقول لك بداك كنا نقولوا كان يقولوا هذه دار بوم بوم وما نكملوهاش هذه دار هاوي هاوي في الشكاوي ما نكملوش نحذفوا وهذه دار بوم بوم, بوم. كانوا اللي ما يدرمش يعايروه فهمتني ومن تما وحنا هابطين حتى نوصلوا حتى دار بن يحيى لتحت الدار الاولى اللي نطلعوا بها بالدروج دار بن يحيى كي نخلصوا تما كي نخلصوا الشكاره تاعنا يا نصبوها يا نعمروها يا صديق باكي واش يعطيك غير القشقشه غير القشقشه باش نبريسيزيو على هذيك القشقشه هذه نهزوها وين نديوها حنا عندنا حمام بوبزايم قدامنا ايوا نهزوها نهزو النص نديو الحمام بوبزايم ونص نديو الدوش تاع سي ابراهيم سعد عدواني الله يرحمه نخصفوهم عند الناس اللي باتوا تما هذوك الغرباء الناس اللي ديما بيتوا عبر السبيل جايين ونهزوا الشكارة هذيك فارغة ونجيو مروحين الله عليك تسمى الشيء اللي كنتو تلموه كان يجيب بزاه وبغنا وفرحة فرحة يعني تاع ولاد الحومة بعد لينا بكل حنا ولاد الحومة تسمى وعلم على كان اللي يمد كان اللي يمد كان يشكروه جهرا واللي ما يمدش يعيروه جهرا جهرا تسمى حنا جيران بعدين شوف عليها إذن نولي نسمعوا فاصل موسيقي ونعودوا À quelle époque il remonte hein, à peu près la date le... L'origine, enfin. L'Othmanie. كيف كانت الناس تعيش في خلينا درنا جولة حنا على كل حال
تقدر تشوفوا في الصفحه تاعنا في عبر الشبكه الاجتماعيه تاع ليزامي كونستانتين اصدقاء كونستانتين بعد الصور اللي حطيناهم على كيفاه الناس قاعده تشري في كونستانتين وشفنا ناس قداو ليهم وقداو جيرانهم وقداو لحبابهم وكاين بعض الجمعيات يعني مشكورين اللي راحوا زاروا في دار الرحمن داميه تمام وراحوا حتى للديار وصلوا شي اللي كتمر بين العائله هذه هي قسمطينة قسمطينة موده قسمطينة الرحمه اللي لازم كي تاكل ديما حط في بالك بلي كاين واحد ربما ما لحقش او قريب اللي كيكون جارك الله يكون ولا تحتك ولا فوقك يعني لازم تسقسيو على بعضنا باسكو تدري واش الدنيا يعني دابا الواحد ما عندهم في الاستقبال تاع يسرى يدنا هذه من باب النصيحه يعني تكلمناها نولي لضيفي الكريم سي دردور سي دردور مرحبا بك من باب الاحترام ديت بالكبار باش نوصلت ليك كنت تعرف العين مات على الحاج نبدا تربينا هكذا ما نهضروش في حضره الناس الكبار ايوا رحمتك يبداو في الكبار الساعه من اللي ولينا حنا تما بالتقاليد ماناش خارجين من التقاليد ماناش خارجين هذه قسمتنا مدينه الحبر هكذا هذا عيد من اعياد دينيه الدول الاسلاميه جميعا ولكن عنده خصوصيه في قسمتنا عنده خصوصيته عنده خصوصيته كاين بصره من الناحيه الدينيه من الناحيه الدينيه هذا عيد جميع المسلمين عيد نصر عيد شكر نصر فيه ربي موسى على فرعون وآله عيد تحتفل به الأمة الإسلامية في أجواء فرح في أجواء كذا أخوية عاشوراء احنا في قسنطينة احنا موضوعنا اليوم عاشوراء في قسنطينة عاشوراء في قسنطينة هي عاشوراء اللمة عاشوراء كما كان يتحدث لم الشمل عاشوراء في قسنطينة هو الصوم عاشوراء في قسنطينة يعطي جمالا وبهاء لقسنطينة بخصوصية القشقشة فيها لأنها تنفرد قسنطينة بهذا الاحتفاء أنا ماني معك معايا لأن عاشور جميع المدن الجزائرية قاعدة تحتفل بعاشوراء أنا لانه عيد ديني ولكن قسنطينة عندها خاصيه اللي هي عندها خصوصيتها هي القشقشه نعم اذا نحضروا القشقشه الجده تحط القشقشه هذه في قصعه مليانه بالحلوى بالمكسرات كذا فيه حنة للولاد نتلموا من بعد العشاء اللي هما كنا نحكي الحاج لازم تختوخه لازم كاين اللي يدير تريده كاين اللي يدير كذا بعد العشاء تتحط هذه القشقشه هذه هي معها تاي معها كذا في جو من البهجه من الرحمه من الرحمه من هذه هي عاشوراء عاشوراء في اماكن اخرى جعلت ل طرح مشاكل وحلها ايه انا فرصة. فرصة من عادات الجزائريين عامة هي فرصة ننشف عليها كنت صغير في محطة يصرحوا بين الناس ننشف عليها كنت صغير سامحيني برك نقاطعك لأن فكرتني هذه نقولها مهمة أنا ننشف عليها كنت صغير كان حتى ولو واحد يكون غاضب من العائلة عاشوراء هي فرصة باش تسامح باش نجيبوه ويقسم معنا القشقشة هذيك علاش يسميوه يوم اللمة يوم اللمة أنا ماني معك تصلح الخصومات يردوا الغضبانة يردوا ما شاء الله ما شاء الله بيت القصيد وين يعني هذه هي عاشوراء في قسنطينة هذه هي واصل قلنا عاشوراء مناسبة دينية وصفناها لجميع المسلمين قلنا عاشوراء في قسنطينة تختلف على باقي المدن وعطينا الخصوصية نتاعها شيوخي الأفاضل شرحوا أحسن مني وهي العادات والتقاليد لمدينة قسنطينة كل هذا في حيه من خروج من لما من كانت زردة بمعنى زردة كانت زردة كانت شوارع حية كانت سلايم القشقشة والحلوة وتتفرق على الفقراء والمساكين من الخير للخير كان يذكر سيدي منا يقول باللي في يوم عاشوراء يقصوا الشعر ويتباركون علاش يقول لك ينوض ويكسر ويتكاتف يرميو الخير ما يخيطوش في يوم عاشوراء يحنيو ويشطوا بالحنه الخير خير يعني كل يعني
اللي في قلبي غير الخير. احنا نهضر على التحضيرات العاشوراء في مدينه قسنطينه. كانت في قسنطينه عوايد كاين مازالوا عائلات محافظين على العوايد هذو، نتمنى على ربي يدوم. في عاشوراء كانت الناس تسيس، ينفضوا يسيسوا، صح؟ ينفضوا يسيسوا. كان علاش؟ لإعطاء صبغة وحلة جميلة للبيت. من ضمن ما كان يعملوه ناس قسنطينة فتح الأبواب في يوم عاشوراء. وش هو القصد هذا من فتح الأبواب؟ فتح الخير باش يدخل الخير، باش يدخل علينا عام جديد بالخيرات. من ضمن ما كان يحضر لعاشوراء في قسنطينة أن ناس قسنطينة كانوا يتطهرون من حمام، من حنة، وبالنسبة للنساء من كحل وكذا، علاش يعطي صورة زينة لبداية العام؟ نعم، بداية العام. من ضمن ما كان يصنع في عاشوراء، أنا في واحد الوقت درت سلحات، كانوا يزبروا الشجر في عاشوراء، يقلمون النباتات على وجه يقصدوا الخير. انه لما يتقلم في عاشوراء يتباشروا بالخير، يتقلم في رمضان وخاصه الدوالي يتمد خير كبير. هذه التحضيرات لعاشوراء. وسي معطار، سي شوفت كيف كانت كنتو في 40 شريف توزعوا، كيف توجدوا رواحكم، كيف كنتو تكونوا المجموعه هذيك اللي تروح دور على الديار؟ لانه شوف هنا كاين نوع من تضامن، كاين نوع من الاخوه، من يعني باش مجموعه من الاطفال تتلم في حي باش دير الخير وتروح للديار. كيف كان الاستقبال يعني؟ باسكو كنتو صغار، هل كانوا يعني الناس اللي تروحوا للديار كانوا يعني مقيمينكم كولاد صغار في حومه يجيو يطفوا على دار؟ وهي كانت عاده على كل حال كانوا. نعم، هي العاده. حنا كنا 14 هذه 14 دار في 40 شريف. نعم، بالدروج وطلع الفوق. نعم، 14 دار. هذه دار كنا عايشين حنا مع بعضنا كاسره واحده. كيما انا ندخل الديار بك، ندخل ال 14 بك، مام صحابي يدخلوا ال 14 بكل. وكانت تسمى الناس كيتلموا حنا مع العشاء، كبرى العشاء، ورا العشاء كيتعشاو ونخرجوا برا، نتفاهموا قبل العشاء. نعم، كيتعشاو ونخرجوا برا. كل واحد يهز حاجة، وكل واحد نتفاهو، شكون اللي يهضر، شكون اللي يغني، شكون اللي يهز الشارة، شكون اللي يجمع لورغانيزاسيون. انا باسمي يون ديمار، فهمتني؟ نروحو من دار لدار، والناس الكل يعرفونا ويخرجوا لينا نصار جاج يعطيونا ما كاش يعني، تما يشوفونا ولادهم. هذه النظرة اللي حبيت نوصلها، فوالا، تما عايشين معاهم ليل ونهار. يشوفونا كيف رحويز ولد فلان، ولد فلانة، يجيبونا بصحنا لا كل واحد يفرغ لنا. نعم، يا ساعة الشكارة نعمروها. ولدي والمساكين قلت لك كيما قلت لك الدوش، هذوك الناس اللي قاعدين مساكين ما يستناو في والو، ما عندهم والو، حتى يدار الخير تخلهم. يا ربي، تعرف شو والله تهتم مع الفرحة. واش نقول لك؟ تشفى عليها مليحة. ليتها تعود. لا ما نظنش. لا 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 لا، وسعة رحمة ربك كل شيء. حنا أنا هذه هنا هزيناها ملي كانوا قدامنا. نعم، حنا ما كانش اللي هزها ورانا. نعم، ما كانش. تقول لي راه تقعد ما تقعد. يعني لو كان هزوا من ناحية العمران، الناس كانت تكون في دار كبيرة، كانوا بيوت يسكنوا مع بعضهم. في الباطيمة ما كانش يعني تغيير، يعني لأنه جارهم قابلك أو تحتك أو فوقك. هذه ما يعني ترجع يعني للقلب بنادم يعني. سامحني، حال ولا سامحني. حنا كي كنا باريكزومبل كنا عايشين نقولوا 50 صغير مع بعضنا، درك يجيو يتفرج تروح شكون راه يدير، يديرك واحد يعرفهم في الباطيمه يعرف لها واحد يديرها اللي معاه ما يعرفوش. فهمتني؟ تغيرت الامور. ليدي ما زالت مش مقبوله بعد يعني. الترانسميسيون لا يا جماعه يعني واحد يبادر هو باش. حبيت انا تفضل سيدي الدكتور. انا لما يقول خويا هاد العادات الطيبه الجميله اللي يذكر فيها 14 عائله وكانها عائله واحده، ما كانش مانع يا حبيبي، ما كانش مانع انها تولي. ما كانش مانع، بيان سير. المانع خلقناه لنفوسنا.
صح لازم يكون رد فعل لكم ارضيه لازم ما لازمش يكون نسيت فيه علاش لانه عبر تاريخ المليح يغلب الطالح اكيد حتى الطالح هذا اللي تحكي ليه انت ما تقدرش توصل له وترانسميتي له اون بون تراديسيون السلام ما يقولها لكش حتى في الدروج اكيد كاين مكالمه سامحني نعاود نقول الو 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 اي والله دخلها بالزغاريت يا دخلها بالزغاريت المره هذه اللي عيطت زغاريت في دارها الو ها انا معك الحجب هالحجب هذي واش راكي الو عم نسمعوا فيك الحجة عم نسمعوا فيك الحجة الحجة طفي الراديو تاعك الحجة طفي الراديو تاعك الو ها الحجة ها الحجة اني معاك ها نعم الو اني معاك الحجة اني معاك دب معليش الحاجة حاولي إذن بعد نرجعولها بعد نرجعولها فسيدة الدور وصلوا شي اللي كنت تقول فيه أنا نقول لخويا موضونا والدينا رحمه الله ربي يجعلها لهم في الميزان أمين أمين يقولوا لنا ربونا على قاعدة ديال الخير ونسى ديال الشر والسكر احنا بالله ما دابنا نديرو غير الخير ما نديرو ما ننسى مادام ترعرعت ما نديرو غير الشر ما نذكروه رضعت في 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 شيء جميل جدا وجوبا عليك انك ترانسميتيه للاجيال راح تقول لي في العماره كاين اللي ما لا يؤخذ به والله انا لا احاسب على ذلك انا احاسب على لا ترانسميسيون اكيد اكيد هذه نوصل انا ترعرعت في سدرين حنين انا نوصله اخذوا به اللهم بارك لم ياخذوا به لقد بلغت انا من اللهم في يسير الحمد لله بالحصص هذه يقدر يوصل له ميساج من خلال الحصه بيان سير وي خلال الحصص توصل عاشورة وصل العيد وصل تاريخ المدينة وصل كلش إن شاء الله بالحصص هذا هو الهدف إنه من الواجب نتاعنا إنه نوصلونا أنا راح نقول حاجة تفضل الدنيا ما زالت بخير الحمد لله أمين. أنا البارح كنت في الزاوية صارت الزاوية نعم راه نقول لك 150 طفل صغار بكل يقراوا القرآن الله يبارك وذكر ومن بعد هذاك الجو تاع عاشورة كيفاه جالس هذاك القصاع تخشوخه وقريتريه وقشقشه وتاي وزلابيه يعني الدنيا ما زالت بخير الحمد لله والله ما زالت بخير صح وين صرات الزاويه الحمدويه فكرني سيدنا بعاده في عاشوره كانت الدار كانوا الزوايا كلها راهم يديروها الزوايا نقولوا الاولاد اللي ختموا الحزب او حزبين فموا نعم كانت بكري كي يختموا في عاشوراء خصوصا يديروا الختمة احنا نسميوها الختمة الختمة نعم دير الام توجد سينية بالحلاوة ودير الطمينة وكأنه يوم ازدياد صح نعم الله اكبر دير الطمينة وطمينة تاع حراير كما يقول خويا بلان ونديوها لشيخنا ويدير وعدد العظمات اللي نعلقوهم في جدورنا مزوقين بعدد الحزب اللي يحفظ كل ولد هذه عاده من عادات مدينه قسنطينه آنفا عند المطار وخاصه تاع العظام المولد المولد النبوي الشريف حتى في عاشوراء يديروا فيها الختمه ما خلي يديروا ختمه لان هذاك على العظام كي قلت يديروا يعني نتفقوا على حاجه نتفقوا لانه سمح لك نعطيك الكلمه نتفقوا انه في هذا النهار كانت الناس تحفف تحني كيما نقول لك طهر نفسها الناس يكحلوا يغسلوا وسط الدار يعني كانت كان شغل عام جديد ديماراج يعني راح ننطلقوا من نقطه صفر يعني عشت انت هذه الاجواء في 40 شريف كيف كانت الناس توجد راحه مثلا النظام اللي كنت عايش فيها كنت تحسوا قبل العشره قبل
كنا بكل حنا الحق حنا ديال عرب هاك تعرف النيله بكذا نبحوا الامور والصدار كلش 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 كتسبق بالنيلات كلش من فوق لتحت انا لا هذه الامور اللي كدوها باللي قلت لك انا في دار عرب وعماره ماشي حاجه ما كاينش كبير كاين باب كبير يدخلهم كل ما ندوز انا معاك سي توفيق انا شي شي ما نهضرش انا ديال نهضروا على العباد تبدل هي اللي معاك اني معاك تروح عند الباط تروح للفاطمه وتلقى ناس اخرين ناس اخرين ما ناتش معك ما عندوش عقليته ما يعرفش هما قادر ما يعرفش حتى الامر هذا اللي قاعد تخمم فيه انت صح لانه تبدلت انا قاعد نقول له انا بكري هنا كي كنا هنا في 40 شريف كانت الدنيا منوره كانت ماشي كانت الجيران كانت بينا كنت مليح تدخل تفتيبها ناس فرقت ناس واحد في السماره واحد في الخروب واحد في الزواغي واحد اي هذا تسمح لنا هذا واش اللي انا حبيت نقول لخويا نعم انت تربيت كي النواره الله يبارك وي النواره هذه كي ما تزهرش في مضرب اخر ما دارت والو معليش متفق مع خويا كلشي تبدل ولكن بدرت الخير عمرها تنقرض يا راه محال ان النواره هذه يشمها المليح والحاير متفقين انا نكون نواره في المكان المتواجد فيه انا نغرس الشجره لا وين ما يغرسوهاش الناس ديجا سي ميساج لا وين ما يديروهاش الناس ولكن انا مانيش محاسب على رد الفعل نتاع الناس هذا هو اللي حبيت اكيد بصح سامحني كي كل كتكون ثاني ما فيش نتيجه تاع يعني ولكن المثابره يعني المثابره كل مبادره دير مبادره المبادره يا جات راس يا جات كلاش هاي نعسوها سي صح الخطر هي من الامهات هما الصح هما اللي يوصلوا يعني هما اللي يعلموا البنات في التخاليد الاب راه ولا هنا باه يروح يجيب سردوك هذاك تاع عربو في الميز من الاخير لكن الام هي اكثر يعني اختار قبل كيفاه ينوضوا البنات يقول لهم ينفضوا كل هذيك الدار عربي ينفضوها كل يصبغوها ويبخروها سمعنا العمود الفقري هي وزير الداخليه وزير الداخليه يعني نهضروها صراحه ايه هي النساء اللي لازم يتحركوا شكون راه يدير لك التسريده شكون راه يدير صح يا خويا هي اللي توصل الميساج وهي هي المربيه ما من الولاد ينوضوا يبقاو في هذاك هذيك التقاليد هذاك ما مضوا هذيك اختارها وشنو هو انا نظن مازال كل واحد راه فيه جهته وقاعد يخدم راه ديما الناس يبقاو ثلاثه اربعه مع بعض اربعه يعني يظهر لي يعني بعد ما نتلاقاهم بكل في السويقه يجيو يشيلوا القشقشه تقول مدايرين يعني رونديفو مدايرين بكل تلقاهم تما رحنا مع سي حسن وجاب الله رحنا درنا دويره يعني في مجموعه الزيقه قسنطينه في السويقه والله ولقينا ناس قدام البارح حبسنا بلا قريب 20 خطره صحيح ايه هذيك عاده من العادات يجيو السويقه ويخدم من تما ويشري القشقشه من تما حتى من الصور اللي حطيناهم يعني في الصفحه بزاف من الخارج منهم سي كمال الفزلاوي عايش في بشار اللي حط ولا فكرتونا كاين مرا من كندا قلت والله العلي العظيم كاين بزاف فكرتونا في السويقه في كندا صح فكرتونا بكري كان حتى اللي قال والله حرام عليكم كيفاه يعني واسكو مازالت هذيك كما مازالت هذيك توصل الامر حتى انه واحد قال لك انا نسكن في السويقه تاع ابن مزيان روحوا صوروا لي الدار تاعي نبوتنا هذيك اللي شفنا يعني نوستالجي هذيك تفضل سيدي تمنيت سي توفيق تمنيت لو كان هذيك الرحله اللي درتوها في السويقه درتوها في احياء جديده علاش راح تلاحظوا باللي فيه باش نبرهن لخويا باللي البذره الحسنه كاين كونتينيتي يعني كاين تكامل حب هذا لو كان رحتوا للاحياء الجديده ولقيتوا واحد من القسنطينيين حال بحانوت ومزين الحانوت بالطريقه القسنطينيه من قشقشه من حلاوي من هذوك القراطل اللي كنا نوجدوهم باش نديو الفرح نفسه جديده ولا عروسه جديده ولا سمعت ليا هذه العادات هذه ما زالت علاش ما من القسنطيني هذا كيروح لمكان اخر راح يصنع ارضيه جديده يخلق فيها نعم يبارك فيك يا التواصل هذا كيكون التواصل راح تصنع خويا انايا درس البذره الحسنه
pour la transmission. ونتقاسموا نعلموهم يتقاسموا الاولاد نعلموهم يتقاسموا انا بكري كنا نقراو هذا يجبدوا هذا كانوا المعلمين يقول لك هات نخلطوا ونقصوا باش كنا كلو كيف كيف حتى اللي ما عندوش ما يباناش واللي كذا يعني شوف الذكاء تاع الاساتذه اللي كانوا يربيو الاجيال تاع الصح يعني دار لي في زعما في المدرسه تبدا كيفاش تبداها وكيفاش قادرين هما يهزوها ويبداو يديماريو فيها او يتسائل لأنه الطفل فانتطامو دري على كل شيء على الكمبيوتر الجديد الكمبيوتر مازال فارغ هو راح يتسال مع با هم داروا لنا في المدرسه وهي تحكي لنا استوار تعاود تقول لنا الاولاد نخرجوا نتعشوا بهم برا في عاشوراء ولا نلموهم نقدروا حتى في الدار قال الطفل الصغير جيب صديق اللي مقابل نجيب صديق مقابل يشارك معنا قدر مو تعطيه كي يقول لك يشارك معنا يعني امور بسيطه ايه كيف نديروها او كيف كنا نديروها صح بعد الشيخ او كيف نديروها يزيد يهز معلومه من عندهم مليحه كاينه طرق عديده جدا منها ناس احنا نقولوا شرقي شرقي نقولوا به تونسي تونسي شرقي يعني شرقي شرقي يتشابهون جدا في العادات نتاعنا والتقاليد خويا بلام يعرف خرجه سيدي بوسعيد نعم يديروا هما يوم عاشوراء نعمه يخرجوا في شوارع سيدي بوسعيد وهزين القشقشه ويديروا كيما حنا وهزين القشقشه ويديروا العشاء جماعي الله يكمل كاين القفايفات هذوك الصغار فيه هدايا مليانه قشقشه وحلوه فيه هدايا الناس اللي ما عندهاش ومعوزه نعم ويكون يوم بهيج جدا والكل يستفيد ايه يعني هو لازم الانسان يعني يبادر يعني لازم يلي لو احنا النيه صافيه تاعنا والصدقه تاعنا وين تروح انا مش قادر تروح للديار هكا هذاك راح الناس الفقراء الناس اللي راهم محتاجين معوزين يعني تحت الارض مي واحد راهي يرقد في الحمام يرقد في الدوش تدخل عليه انت تفرحوا يعني يا جماعه نهار عاشوراء بس نخلصوه شوف نهار تاع صيام عباد لله سبحانه عز وجل باش ما يستجب لنا وباش ما يغفر لنا نضربوا مره مية تاع ربي عاشوراء تاع اليوم ربي يغفر لنا ان شاء الله لكن فيه بخير وربي ان شاء الله يجعل الناس اللي كما قلت بصحتها تكون في خدمه الضعيف امين نقول له ان شاء الله ربي يقل يحني القلوب لبعضها نقدر نقول له نهار عباده تسامح ورحمه وفرح الاولاد بالشيء اللي كتب ربي يدخل واحد يلم ولادو ولا يروحوا يزوروا مريض ولا يروحوا يزوروا مريض في نهار عاشوراء فيه تحلاق يعني تاع الاولاد يعني شوف حتى من باب الاقتصاد كيتخمم واش دير كي الراجل يصوم لازم نديروا له فطور يدير الفطور وهذاك هو كاين حفول الطفل نديروا له عشاء العشاء وهذاك هو كي شوف يعني في عاشوراء نفطروا الصايم ونكلوا على الطفل الصغير ونكلوا على الطفل اللي ختم القران ونرجعوا الجيران واش ما عندوش يعطيوه الاحترام نخرجوا العاشور ونرجعوا متخاصمين يعني نخرجوا العاشور يعني عنده يمد اللي ما عندوش يمد اللي ما عندوش في الوقت المناسب يعني لا ما ننسى انه يوم زكاة يوم زكاة يعني ما شاء الله يعني ما نخديش النهار هذا ناخذ ببساطة ما نبدوش ببساطة ستريس ستان سامبول يعني المودة قال افطر سي محمد مع هذا هو اكل مش اكل برك سيريات واش درت البارح انت لا يا خويا المدام دارت لنا تخيت خاوت وحبابي داقوا منها وتعشاو منها ونوطوها 21 سور 20 الله يبارك فيك الو الحجة الو 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 الحجة مساء النور مساء الخير الحجة الحجة بديعة معنا من شمديدة من باب القدرة مرحبا بك يا الحجة بديعة مفروزة ان شاء الله كيف احنا نفرزوا فيها مفروزة الحجة بديعة كيف كانت عاشوراء عندك في الدار يعني كيف كانت النفقة عندك الو للأسف المكالمات الهاتفية ما عجبتش فلنواصل بدقيقة ألو ألو
هالو هالو تفضلي حاجة. حاجة بديعة يعني انتم عايشين في جو عائلي معك كنينك مع عينك شاركتي جيرانك في الفرحة تاعك. الو الو الحاجة شاركتي يعني شاركتي احبابك جيرانك في الخير اللي عطى اللي نعم به ربي. انا الحاجة اني يعني الحاجة اني يعني نسمع في الزغاريت واش عندك فرحة؟ عشرة نبني لويلو رحت عشرة. ما راحت الحاجة. رحت ماليها. ما راحت الحاجة ما زالت. الو. الحاجة. الو انقطعت المكالمة. إذن نشكروا الإخوة اللي جونا في الحسين. سيد عبد الكريم أخيرة. والله سألت خويا قلت له البارك. دهمنا الحاج معليش تفضل احنا جوزناها عند الوالدة سلمينا القهوة الله يبارك وفقنا عند الوالدة ربي شافيها لنا ان شاء الله اللهم امين يا رب اللهم امين احنا العفسة هذيك زي هذي تاع العفسة قسمت لنا كل واحد المناب نتاعو كبير وصغيرة كل واحد شكاته ربي يدوم علينا السعادة اللهم امين ربي يجعلنا ديما من المؤمنين اللهم امين يا رب ونشكركم جدا الله يهديك سي انا عندي العجوز في عمرها 87 سبحان الله يبارك الله يبارك مدي كنا في 40 شريف مازلت حيه راح نطلع عليها هذه يا سي بزراري نطلع عليها على روحها وي وي نطلع عليها مازال تقسم لنا حتى الدار كما كانت تقسم لاولادها تقسم لاولادي الله يبارك ربي يطول في عمرها ويحيي ان شاء الله طول عمرها ان شاء الله تهلا رد بالك روح انا ما تروحش هي بابا لعب والو سي شناك كلمة أخيرة ويانا نتمنى يعني الرفاهية والهناء لكل المسلمين إن شاء الله وصحابنا ساعة قسنطينة والمرضى والغايبين إن شاء الله أحبابنا والغايبين سيريا يا أخويا عيد سعيد المسلمين كافة بهذه المناسبة هذه قلت لك البارح دارت المطعم باقي دارت المطعم حي والمطعم بارك الله فيها المطعم يا خويا كيما يشكر يا بابا فينا الناس في الساحة الناس اللي يعرفوا يعيشوا انا اسمع هذا مش كيما احنا تفضل سي درت كلمة أخيرة راح نشكر الشيوخ اللي علمونا هاد الحوايج الطرق كانوا يربيونا في اليوم تاع عاشوراء سي حسن كلمة أخيرة ربي يحل القلوب على بعضها آمين سي بزرار عيد سعيد وشكرا للحضور الكريم والعام الجاي ان شاء الله اذا نشكركم كلكم عيد مبارك جنود الخفاج في اذاعه قسم نشكروا الاخوان اللي رحموا لنا جميعا سي ربح شوف وعدنا باللي يجيب التشكيله ما جاب لنا والو خليها العام الجاي ان شاء الله بارك الله فيكم وشكرا لكم